سماح تجاوز مدة حتى الشرط إذا كانت العقوبة المحكومة هي الإعدام أو السجن المؤقت، طويلة السجن المؤقت، هي مش مهمة. وكان في تعديل خاص بالحق للتحقيق برضه ممكن إحنا وأظن إن حتى الظن كنا معلمه في إحدى الطبعات. علم
التي قضاها المتهم محبوسا، سواء صدر قرار ان لا يؤكد على حبس المتهم احتياطيا او صدر حكم بالبراءه بعد حبس المتهم ايضا احتياطيا، كيف يمكن تعويض هذا المتهم؟ وزي ما قلنا ان فكره التعويض القانون المصري او الدستور المصري في اكثر من موضع تكلم عن صدور قانون للتعويض عن يعني هناك في تعديلات قانون 145 سنة 2006 هناك نص يسمح بالتعويض المعنوي وليس التعويض المادي. أنا آسف مش الدستور، فيما يتعلق بالقانون 145 لسنة 2006 القانون سمح بالتعويض المعنوي بما يعني نشر القرار الصادر بأن لا يؤكد أو الحكم بالبراءة على حبس المتهم احتياطيا نشره في جريدتين وإشاعتين للإشارة. فتقدير معنوي يعني بيقول انت اتحبست احتياطيا بس انا برد لك كتعويض معنوي. والقانون قال ويصدر في التعويض المادي او التعويض المادي قانون. علما بان هذا القانون لم يصدر بعد، ما عندناش تعويض مادي، يعني واحد تم حبسه احتياطيا ووصم بوصمة العار او تم فصله عن عمل او توقف نشاطه او انقطع رزقه، كل هذا من اثار حبس الاحتياط، وبالتالي تسبب كل ذلك في خسائر اخرى، تسبب كل ذلك في خسائر لمن تم حبس الاحتياطي. هل يكون بقى تعويض المالي او تعويض المالي زي ما قلت لكم في مصر اذا كان علما ان الدراسه المقارنه اللي لديكم هتثبت ان القانون الفرنسي سد التعويض المالي من سنة 1970 لدينا مشكلة تشكيل معينة بتخصص الفساد اللي لاحظت في طالب التعويض عندما يصدر احتياطيا ثم صدر بعد ذلك قرار بأن لا يؤكد إقامة الدعوة وأوقف بالبراءة. الكتاب اللي يتناول بالأشياء بس أنا كنت دايما أقول لكم خلينا دايما نقول عشان كده حاجة عن السؤال لما وكيل النيابة يأمر بحبس المتهم 4 أيام على زمن التحقيق وبعد كده مين اللي يجدد بقى المتهم لو تم احتاجنا للتأديب؟ مذكور يجدده كم يوم؟ 45 لحد أكثر. هل القاضي يجدد 45 يوم؟ لا ولا 15؟ الفكرة ببساطة أو بيشيلها هنا مدة الحبس الاحتياطي الأربعة الخمسة وأربعين يبقى عندي 49 يوم ولا الأربعة بتقصد من 45؟ يعني بيبقى عندي قدامي المتهم يعني بيوقف 49 ولا 45 يبقى من الحبس؟ ليه؟ من المسائل أنا بقول لكم إزاي دراسة تتعرض لمسائل الأخطار. دي من المسائل اللي كانت مصارعة قبل صدور قانون 145 في سنة 2006 واتكلم فيها الفقه والبحث أدى الرأي وبعد كده هنشوف رأي مشابه بعد ذلك في قانون 145 وكيف حسب هذا الأمر. واضح؟ طيب عايزين نجيب بس نقرا المواد الخاصه بالحبس الاحتياطي وبعد كده نرجع لان نتكلم على ماده 144 ماده 144 اللي هي دخل في اطار الفصل التاسع في امر الحبس. لو تتذكروا المحاضره السابقه قلنا كل واحد يبقى معاه ايه؟ فوز زي ده، قلنا كده؟ قلنا ازاي؟ ايوه كده. ماده 134 بتقول ايه؟ تجوز اطار التحقيق بعد استجواب المتهم او في حال الطلب. طب يجوز اطار التحقيق يبقى اكثر من النيابه العامه. ماده 134 قلنا ان احنا مفروض في دراسات العرف
يختلف عن الدراسات في مرحلة الإتقان. يقول للقاضي المدني المعترضي، يقول للقاضي التحقيق بعد استجواب المنتهى أو حال القرار. السؤال ليه منهج يكون لقاضي التحقيق والنيابة العامة؟ ودي هنا اقتصر على قاضي التحقيق. هتقول سؤال بسيط بس اجابته باينه زي ما بنقول. هتقول يعني ايه دي اجابه؟ هي دي اجابه، لان انت في مرحله لازم تعرف الاجابات دي، لازم تتعود على الاجابات دي. ليه بقى يقول لقاضي التحقيق ما قالش يقول للنيابه العامه؟ لان لو رجعت للماده احنا بنتكلم طبعا في الكود، لما تبقى طالب دراسات عليا يبقى عندك قانون، القانون ده موجود ايا كان طبعا، خلاص مش شرط يكون المطابع الاداريه، المطابع الاداريه دي بتبقى النسخه الرسميه اكتر. لما نرجع للماده 199 تقول لي الماده 199 حد يعرف؟ انشا ناخد معلومات جديده ما بتتقالش اكيد في مرحله الاتقان. يقول ايه؟ الماده 199 اللي هي داخله في اطار الباب الرابع اللي بتتكلم عن التحقيقات بمعرفه النيابه العامه، بمعنى ان قبل كده كانت التحقيقات بمعرفه مين؟ قاضي التحقيق. وتيجي بتقول ايه الماده 199؟ لا تعالى، هو مين كان بيخطط علينا؟ ها؟ لا كله في السعر. ماذا بيت؟ تعالى تعالى. بس خلاص يعني مش معقول احنا عارفين حد يخبط علينا، ما تكفلش علينا ونسيبنا. يبقى ده واحد غلط وحب يطلع. صح؟ او غلط حاجه. بس معقول جدا ان هي هتقف معانا. ماده 18 مكرر بيه؟ خلاص؟
يعني معناه ان مفيش ارقام عنده. يعني انا كان عندي الماده 18 في قانون الاجراءات، ليه بعمل بقى الماده 18 مكرر وبعد كده 18 مكرر ا وبعد كده 18 مكرر ب؟ عارفين 18 مكرر ب؟ بضغط. لان القانون ده لما وضع وضع ارقام عدد 1 2 3 4 حتى وصل لكام؟ قانون الاجراءات عدد برضه كام؟ دي الافكار المفروض تيجي دي زي ما تعرف 560 ماده قانون رقم 150 الاول اللي بيبقى الثاني، يبقى انا عارف مكانها فين، بحيث ان هو لو حب
يعدل مش محتاج يحط رقم جديد شهور كارد واضحه مش مضطر وعنده كل باب وكل فصل هو نفسه متعلق بموضوع معين فبالتالي هو لو حب يضيف حتى الموضوع هيشوف اقرب حاجه ويدافع عليها على طول مباشره عشان كده لما تلاقي حد او رسائل او ملفات يجي يكتب القانون العقوبات الفرنسي ويكتب لك مثلا ماده 76 اعرف ان هو بيتكلم عن قانون الايه؟ الايه؟ اكتشف ايه؟ لكن لازم تعرف لما بيتكلم عن قانون العقوبات الفرنسي الجديد يبقى معناه ايه ده من 111 على الاقل قبل ما كده يبقى ده خلاص ده معناه ناقل صار غير علمي لانه بيرجع لمراجع قديمه ومترجع يرجع بقى المراجع من قبل 2000 من قبل مثلا 94 واضح؟ نرجع كده للمركز لما نتكلم عن نقول قاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حاله طلبه يعني ايه يقول بما سياده إذا كانت الواقعة جناية أو منحة معاقبا عليها بحق المتضرر فيه عن فعله وده تعديل كده ماذا دي تتحدث كده؟ كانت منحة معاقبا عليها بحق مدة تزيد على 13 ويمكن دي من مقترحات البحث اللي انت هتلاقيها قال طب وانا لو عايز اعمل قيود على حق الاختيار قيود وكان قدامي الماده 134 قبل التعديل اللي كانت بتسمح بالحبس الاختيار اذا كانت الجريمه جنايه او جنحه معاقبه عليها بالحبس مده تزيد على 3 شهور تزيد على 3 شهور معناه ان الوكيل النيابه يقدر من اول هذه المده 4 شهور 5 شهور يبدا ايه ممكن ايه؟ يحكي عشان كده هتلاقي الاقتراح الدراسه ان قال لك لا انا عايز اقيد الحبس الاحتياطي فعشان اقيده يبقى عايز اقلل نطاقه وعشان اقلل نطاقه يبقى لازم تقلل من الجرائم اللي بيجوز فيها الحبس الاحتياطي طب كيف تقلل من الجرائم؟ تقلل من الجرائم اللي انت بتسد هذه الفشل فهو كان راي الباحث يقول لك لا على الاقل عشان تحبس يبقى لابد ان تكون او تكون الجنة على الاقل معقبة عليها بحبس مدة لا تقل عن سنة. يعني معقبة عليها بست شهور تسع شهور عشان تحبس احتياطي لازم تكون العقوبة على الاقل من سنة والعقل. طب ليه هو تخير السنة؟ هو كان وجهة نظر الباحث. اعرف ان المفروض قرينا البحث. قال لك والله هو انطلق منين؟ انطلق من فكرة عقوبة الحبس قصير المدة. طب ما هو الحبس قصير المدة؟ يعني ما هو الحبس؟ من وجهة نظرك أنت كباحث دلوقتي في العلوم الجنائية، إيه هو الحبس قصير المدة؟ هل اللي بيقل عن 6 أشهر؟ هل اللي بيقل عن 9 أشهر؟ هل اللي بيقل عن سنة؟ هل اللي بيقل عن 3 سنين؟ وبتعتبره ليه قصير المدة؟ يعتبر قصير المده لان الحبس قصير المده له ايه؟ مساوئ. انت بتحبس ليه؟ ما هو الغرض من العقوبه؟ فقط ولا تحبس واحد اسبوع وللاسف من منكم بيشتغل في المحاكم عارف موجوده حكم اسبوع حكم شهر شهرين رغم ان عنده امكانيه ان يامر بايه؟ وقف التنفيذ ولكن يبقى مساوئ الحبس قصير المده لازم تفكر فيه اولا وصفه العار الذي يستحق بالمحكوم عليه واضراره والتي تؤدي الى اضرار هي الاضرار الاضرار بقى انقطاع الرزق تعالى يا ناس عندي بالعكس ده هو بندخل على مظهر
السلب الزايد من العقوبة السلبية القضائية وهو أنها لا تحقق الغرض النهائي من العقوبة. طب أنت بتحقق الغرض النهائي من العقوبة من العقوبة بالإصلاح إزاي؟ إن أنت المفروض لما يدخل السجن بيطبع لبرنامج تأهيل أو برنامج إصلاح. طب ما البرنامج الذي يمكن أن يطبع له؟ وما هي المدة اللازمة لتحقيق أهداف هذا البرنامج؟ قال لك على الأقل عشان يطبع البرنامج يبقى لابد أن يقضي على الأقل مدة لا تقل عن سنة داخل السجن عشان أوضعه البرنامج اللي ممكن يأتي ثماره في إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله للانضمام مرة أخرى في المجتمع. وبالتالي ما دون ذلك أو العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة على العكس قد تؤدي إلى سلبيات تتعرض أن هذا المحكوم عليه الذي يدخل السجن ويمتلك في إطار المساجين وبالتالي إجراء المحكوم عليه بعقوبات كبيرة قد يؤدي ذلك إلى تعلمه إلى مجنون الإجراء ويصبح هو همزة الله من المسجونين ومنهم في الخارج. وبالتالي بالعكس عايز مع نتيجة بالعكس أنت خلاص منهم مجرما جديد. طب برضو ما ظنناش هنا بقى الفكر الثاني منهم بعض قال لك لا العقوبة السلبية للحرية قصيرة المدة اللي ليها هذه المساوئ اللي بتقل عن 16. الباحث انضم لأستاذنا الدكتور حسين عبيد اللي هو بيرى ان الحبس قصير المدة اللي هو أقل من سنة وبالتالي ليه أقل من سنة؟ الباحث بيبادر ليه أقل من سنة؟ قال لك والله لأن المشرع المصري ذاته بياخد عيار السنة دي في مسائل كثيرة زي وقف التنفيذ يعني بيسمح للقاضي أن يقرر وقف التنفيذ إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة. يبقى معنى كده أنت يا مشرع شايف إن ممكن يكون وقف التنفيذ أجدى أو أكيد للمحكوم عليه من أن يقضي العقوبة وبالتالي يأمر بوقف التنفيذ. ليه وقف التنفيذ لمدة كام؟ وقف التنفيذ يكون خلال إيه؟ وإذا انقضت الثلاث سنوات يعتبر الحكم كهان وبالتالي يرى المشرع وضوع في الثلاث سنوات إن لم يتوفر سبب من الأسباب انتهاء وقت التنفيذ أو إلغاء وقت التنفيذ بأنه بيعمل إيه ممكن يرتكب جريمة. يبقى معنى كده أنت بتسمح له بفرصة تأهيل خلال الثلاث سنوات. أيضا السنة كانت معاه إيه تاني؟ حبس البسيط والشغل الحبس البسيط والحبس مع الشغل برافو عليك. برضه لما يكون الحبس سنة أو أكثر ممكن القاضي يبقى إيه حبس مع الشغل إنما الحبس البسيط أقل يبقى هو بياخده برضه كمعيار. يبقى في النهاية عندك في السنة الباحث بيقنعنا إن هي دي مدة الحبس اللي ممكن يكون قصير المدة لأقل من سنة. هو بقى فجأة انطلق الباحث من فكرة وقال لك طب يبقى من فترة أولى ما تحبس حد احتياطي إذا كان أصلا لن يحكم عليه بعقوبة قصيرة المدة وده منطق. يعني إذا كان قرار أن الحبس قصير المدة الذي لا يحقق أهداف الحبس إجمالا أو أهداف العقوبة هو أقل من سنة فليس من المقبول أن يحبس شخص احتياطيا عن جريمة عقوبتها أقل من سنة. هو خد المعيار ده. يبقى نرجع تاني نقول إيه؟ يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم في حال القاضي يبقى الشرط الأساسي للحبس الاحتياطي اللي هو ايه؟ الاستجواب. يبقى لا يجوز ان يكون هناك حبس احتياطي دون استجواب المتهم. ما هو معنى الاستجواب؟ ده اثناء استجواب ده اجراء من اجراءات التحقيق ومناقشه المتهم تفصيليا بادله الثبوت او الادله التي ترافق هذه الجريمه او كذلك مواجهته بغير من المتهمين او مواجهتين بسهوله ذلك الوقت. يبقى اصلا لا يكون حبس المتهم الا بعد استجوابه. بمعنى ايه استجوابه؟ يعني ان يفرغ له الفرصه لكي يبين تلك الادله التي ترجح كده ترجح كده. طب هل يجوز السؤال ان يعني
انا مش هكملها من كده. لا ليه ما لا مش هكملها من كده. بعمله ضغط واحده ده امر قضائي. بعد كده يحدث احتياطي. وانا اللي بتعمل في التغذيه.
وجود شخص يرتكب جريمة. لما التفتيش في ذاته لم يرد إلا في نص المجلس 46 في 46 حوالي الذي يغوص القاضي يغوص التفتيش. طب المادة 35 الشهيرة من قانون الإدارة بتتكلم عن فكرة الدلائل الكافية اللي هي إيه؟ في غير أحوال التلبس إذا وجد الدلائل الكافية على ارتكاب شخص بجناية أو جرم صارم أو نصب أو تعدي شديد أو قول سلطات يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتحفظ على الإدارة. هنا ما هو قدام على التلبس يبقى لا يجوز القبض، لكن في ذات الوقت هو الأمام دلائل كافية تشير إلى ارتكاب شخص بجناية أو جرحى من جرح الأربعة اللي احنا قلناها، يبقى بيدل على جزء دول إنه إيه؟ يتحفظ لحين لما يتحفظ يعمل إيه بقى؟ لحين إيه؟ استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم والتفتيش. ودي الفكرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها بقى المادة 35. طب المادة 37 والمادة 38 بتاعت ايه؟ انا مش قاصد غير ان انا اقول لكم تذكروا كمان. طيب نرجع للمادة 134 هي دي الشغل الثاني اللي حكيت فيه. ان يرضي الامر بحق المتهم احتياطيا يبقى يجوز قضاء التحقيق بعد استجواب المتهم او محل الفرض اذا كان في ربع جنايه او وجه من محاكمه عليها بالحبس لمده لا تقل عن سنه لا يكفي ذلك، وانما يجب ان يكون والدلائل عليها ايه؟ كافيه. طب ايه معنى الدلائل؟ هتبقى منظر. هي دي بقى اللي كانت قبل التعديل الاسباب ذات حقوقها ان يصدر امرا بحبس المتهم احتياطيا وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية. يعني هنا مصدر الأمر بالحبس الاحتياطي أصبح مقيداً بعدة قيود. القيد الأول أن لابد من الاستجواب. القيد الثاني أن تكون هناك دلائل كافية. القيد الثالث أن تتوافر إحدى الحالات اللي إحنا عم بعدها. وهنا الشروط دي تبقى متوافق إيه؟ مجتمع. يبقى حالات انا اذا كانت الجريمه في حاله تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدور. يعني ايه تنفيذ الحكم فيها فور صدور؟ يعني مشموله بايه؟ حاله ثانيه خشيه من خروج المتهم. حاجه ثالثه خشيه من ادراك ومصلحه التحقيق ورد التأثير على المبنى العادي أو الشهود أو العقد في الأدلة أو القرائن المادية أو إجراء اتفاقات مع باطل البناء لتغيير الحقيقة. الرابع توقف إخلال الجسيم بالأمن العام والنظام العام الذي قد يترتب على جسام الجريمة. تعرف لما ترجع للحالات دي هتلاقي هي ذاتها الحالات واضح اللي كانت موجوده في القانون الكبير. لان الدراسه اللي في ايديكم لو انت رجعت الماده 134 وما عدتش الحالات هتلاقي الماده 144 في قانون الاداره الكبير بتقول ايه؟ بتقول ان برضه اصدار الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كان يمثل الوسيله الوحيده لمواجهه احدى الحالات الثلاثه الاتيه. واحنا قرينا اربع حالات بمصر وفرنسا للحفاظ على ادله الجريمه او المنع المتهم من التاثير على الشهود او ممارسه الضغوط على المبني عليهم او المنع اتصال المتهم بالمساهمين معه في الجريمه. كل ده اتقال في نص النص لحمايه المتهم او لضمان تنفيذه من متطلبات العداله او لوضع نهايه لاثار الجريمه وعدم السماح بتجدده. الحاله الثالثه لتجنب اضطراب الامن العام بالنظر لخطوره الجريمه او ظروف ارتكابها او لجسام القضايا التي انتهت عنها. يعني اذا كانت الماده 134 من قانون الاجرام الفرنسي ماخوذه من ماده 144 من قانون سوري ماده 134 من العقوبات المصري من
القانون 144 قانون الإجراءات الجنائية للبيئة. وده التمازج من الباحث أو المتابع تعالج الأمانة المتخصصين. المتخصصين كانوا أساتذتنا اللي شاركوا في الإعداد القانوني أكثر من سنة 2000. Thank you.
الجريمة قرار السجن. طبعا لو كانت الفقرة الأولى إذا كانت الجريمة جناية أو ملحق معتبر عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، يبقى هنا الحبس بيعود على الوجه. الجناية كده كده فيها حبس. برافو عليك. ما هي الجناية وردت في الفقرة الأولى هي الجناية. يعني حتى لو الحال ملوش محل ما هي أصلا من التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى. يبقى كان المفروض يقول ايه؟ ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامه ثابت ومعروف بالفقر، وكانت الجريمه ملحق معتبر عليها بحبس مدته ايه؟ 30 سنه. مش صح؟ عشان يتواضع مع الفقره الثانيه. عايز تقول هو هنا قصة هو حديث مدة السنة نفسها، يعني ما قالش إذا كانت تزيد على تزيد على السنة 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 قال الجنه على قرب معاقب عليه بالحبس مده لا تقل عن سنه، يعني يبدا من سنه وفوق، يعني اقل من سنه ما تحبسش. يبقى في الفتره الاخيره ما جاتش كده، ما ذكرش انها تزيد عن سنه. ما هو ده المنطق، لو من سنه وفوق يبقى بيحكمني الفقره ايه الاولى. ما ذكرش الفقره الثانيه معنى كده انها تزيد. الفقره الثانيه دي مش بادئ بقى في استثناء، لان ملوش محل، وهو عايز يتشتت، يبقى عايز يتشتت. يبقى هيتشدد عن ايه؟ يبقى عايز ينزل عن ايه؟ عن السنة. صح؟ يبقى ما كان يجب عليه ان يصف البناية، وكان يجب ان يحدد الغلف. يعني زي ما يلزم منكم بالحبس، يعني معنى كده ايه؟ ما هو سكن. يبقى يقدر يحبس من اول ايه؟ حتى لو معاقب عليها ايه؟ ب 24 ساعة. صح؟ الحبس انا بالنسبة لي المادة 12 مية فقرة فيه. الله مش ممكن جناية. ما تستمعين لك جناية طبعا. لان يعني الجناية وردت في القاعدة.
وكان بنها معتبر عليها بالحد مدة أقل من سنة. مش معترضين على كلمة الحبس فقط لمجرد إن الحبس، لأن معناه الحبس ده زي ما قالت زميلتك بتبدأ من 24 لثلاث سنين، فداخل معاها كمان اللي بيشمل القعر. إنما أنت طالما استثناء يبقى توضحها. عايزين نقول إن الاستثناء المشابه، أنت عايز تحبس حد احتياطي، بس سبب ذلك إنه ملوش حل الإقامة وثابت ومعروف، يبقى أنت احبسه حتى لو كانت العقوبة إيه؟ أقل من سنة وما تتقيدش في القعر، وده اللي احنا قصدينه. Thank you.
وتبقى صح امتى؟ لما نقول ايه؟ هنا بنقول يجوز، عارفين يبقى صح لو قال ايه؟ ويجب. لو قال يجب يبقى خلاص كاني بقى خرجت عن الاستثناء اللي هو ايه؟ الجواز، ودخلت على ايه؟ على الوقوف. لكن عارفين كان ان انت تخلي سبيل واحد ملوش محل اقامه ثابت ومعروف حاجتين. حاجه الاولى ان هو ممكن يكون معروف ما يفيد او ما يفيد شخصيته، يبقى هنا اولا انك اسم للاسم وانت احليت سبيله ولا اسم احد اقاربه، واضح؟ ونزل القضيه هيصدر الحكم لحد ما هذا الطريق يفاجئ بالتكفير بينفذه عليه، ودي حصل كتير. علما بان الادلاء باسم للاسم المتهم ومحاضر التحقيق لا يعد تزويرا، بيعتبروه من قبيل الدفاع حكمه الله. يعني كل الاحوال مش خسران حاجه. عشان كده بالعكس ده كان اقتراحنا ان انت مش قادر توصل لحل اقامته او تثبت شخصيته، يبقى بيعمل حاجه ايه؟ ما تخش سبيله. لانك هتخش سبيله وتيجي تنزله نفسك من بعيد، يبقى لم يعلم، ما انتش عارف مين هو الشخصيه، ما هوش محدد بالنسبه لك. علمك ان المتهم لا يلزم ان يحدد بايه؟ باسمين، ولكن يكفي ان تكون معينا تعيينا ايه؟ يحدد شخصيته. هنا انت مش قادر تحدده. يجب ان يشتمل امر الحبس على بيان الجريمه المسنده للمتهم. البيانات وامر الحبس ده قديم، والعقوبه المقرره لها ده جديد بقى، والاسباب التي بني عليها للتسبيب. طب ايه من ضمن الاسباب؟ يعني ايه العلاقه بين الماده 136 اللي بتقول الاسباب التي بني عليها والماده 134 اللي احنا لسه قايلينها؟ القاعده والاستثناء. ايه العلاقه؟ فكره الاسباب. يعني لما يجي يقول يجوز قاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيا بعد استجواب المتهم، يجوز قاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حاله خارج، وكان هذا واقع جنايه او كل معاقبا عليها بالحبس لمده لا تقل عن سنه، معاقبا عليها بالحبس لمده لا تقل عن سنه، والدليل العليه كافيه من نوز الامر بحبس المتهم احتياطيا، وذلك اذا توفرت احدى الحالات او الدواعي التاليه، اذا كانت الجريمه في حاله تلبس فيبدا في الحكم قول صدوره، تشم مرور المتهم او تشغل الامن العام، او تشم التاثير على الشهود او اجراء اتفاقات بين قاضي المسلمين. وبعد كده يجي يقول لك يجب ان يشتمل امر الحبس الاحتياطي على اولا اسم المتهم وبيان الجريمه المسنده للمتهم والعقوبه المقرره والاسباب التي بني عليها. يبقى انت هنا الاسباب هتكون ايه مؤكده؟ حاجه من هو بالظبط احدى الحالات او الدواعي. انت بتفض الامر بالحبس الاحتياطي ليه؟ خشيه من عقوبه المتهم، لان الجريمه في حاله تلبس، لان اخشى ان هو يؤثر على الشهود، او اخشى ان يمثل اخلال سبيله اخلالا بالامن العام. جريمه طار واحد قاتل لو طلعناه هيقتلوه، او لو قطعت المتهم نفسه. ويسري حكم هذا المد هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمادة الحبس الاحتياطي وفق الأحكام هذا القانون. طب ما احنا قلنا إن الحبس الاحتياطي يصدر لمدة معينة ويطلب التمديد. التمديد يجب أن يكون حتى التمديد مسببا. مع ذلك الواقع العملي بتلاقي أوامر الحبس الاحتياطي دلوقتي بتصدر على إيه؟ على منازل مطبوعة، يعني مفيش برضه تسبيب ولا ما عملناش حاجة. وكاتب السباق دي يعني كاتب برضه معلش ما تصير ما بينا نعيش. ده ما قلت لك أول مرة من وجهة نظري إن المشارع يصل لكل واحد. يعني متخيل إن في ينظر للسباق أو المال هو عنده قسمة من الملف. يعني القاضي الجزئي اللي قاعد ينظر 700 800 قضية وبعد كده عنده تسجيلات حبس
النيابة العامة تنظر في أي وقت حتى المجتمع السعودي. شو صحيح؟ عارفين الحكمة من المادة دي إيه؟ افرض النيابة أولاً بإحلال سبيل المجتمع. مفيش تقرير وسط لا من الطب الشرعي ولا من المعمل الكيماوي ولا من الأدلة الجنائية. الطب الشرعي في حالة الوفاة، المعمل الكيماوي في حالة المخدرات، الأدلة الجنائية في حالة التدوير أو الأسلحة. فيه فلتك نحن 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 أو سلاحه أو أن السلاح فعلا سلاح ناري أو أن الوباء جديدة أو أن الورقة مزورة في هذه الحالة لا أحطط في حفظ المستقبل أو تطلب من يجب بس أهم المواد من تجاوز المواد يجب ماذا من المرضي ينتهي حبس الاحتياطي بمضي 15 يوما على حبس المحتوى. ومع ذلك يقول القاضي كثير قبل انقضاء تلك المده بعد سماع اقوال النيابه العامه ان يصدر امر بمده الحبس مده مماثله حيث لا تزيد مده الحبس المجموع على 45 يوما. واحنا حسبنا امر 49 ولا 45 في ظل القانون الأمين وحسن في ظل القانون الأمين. هل مثل هذا الخلاف موجود؟